الارتشاء واختلاس الأموال والتعدي على الممتلكات العقارية والأراضي الفلاحية واستغلال النفوذ والمحسوبية وخيانة الأمانة وغيرها من الانحرافات لهي من العلل والعوائق والأمراض التي تنخر كيان المجتمع وتأتي على كل البنيان، بل هي عدوان صارخ على حقوق الإنسان الحاضر وعلى حقوق الأجيال القادمة. إن مكافحة آفة الفساد لن تكتمل وتبلغ غايتها إلا باسترجاع العائدات الإجرامية، أي الأموال المنهوبة والتي تشكل في وقتنا الراهن حجر الزاوية على المستوى الوطني والدولي. ذلك أن تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الموضوع بيّنت أنه لا شيء يساهم بصورة فعالة في محاربة هذا النوع من الإجرام والوقاية منه سوى ملاحقة المذنبين في ذممهم المالية لا لاسترجاع ما نهبوه من أموال، لأن الدافع من وراء إتيانهم جرائم الفساد هو بالأساس تحقيق الربح الغير مشروع، الأمر الذي يستوجب تعميق التحقيقات الأولية من أجل كشف الجنات وحصر عائدتهم الإجرامية وتحديد أماكن تواجدها وإحصائها، وذلك قصد حجزها أو تجميدها ريثما تعرض على الجهات القضائية للفصل فيها طبقا للقانون. ويجدر التذكير في هذا الخصوص أن بلدنا يتوفر على الآليات القانونية اللازمة التي من شأنها استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج.